إنك تتألقين، ولكنني لا أعلم من تكونين. على كل حال سأريك اليوم قصري، هيا بنا. والآن تدفق إلى المدينة ولوث مياه الشرب وانشر المرض في كل مكان. ما هذا؟ أشعر أن هناك شيئا مشؤوما. يسرني أن أعلن نبأ الخطوبة السعيدة. يا إلهي، إنها الفتاة. شكرا لك، شكرا على قبولك لخطيبة. سأحقق لك كل رغباتك مهما تكن. ابتعدي، دعيها. قلت لك دعيها. توقف. معذرة. ماذا تريدين أن تفعلي بها يا عزيزتي؟ حسن حسن، افعلي ما تشاءين. ومع ذلك لست أعرف ما نوع الوباء. الناس بدأوا فجأة يتألمون ولم نجد علاجا لذلك. اجمع الأطباء من جميع أنحاء البلد، ولا تمنع الدواء والأطباء عن الفقراء. هيا وضع خطة مضادة، سنكافئ ما يمدنا بعلاج فعال. أرسل الأمر للناس، هيا اسرع. حاضر سيدي. يا لأعصابها. ولكن لا تقلقي يا غريتا، مدة السنوات الست ستنتهي خلال 7 أيام، وإذا فشلت في إكماله قبل أن يقرع جرس الساعة 10 فستكون نهايتهم، وسيبقى الأبناء بجعات للأبد. أعتمدي علي. ولكنني لا أحب ذلك. ولا تنسي أنها خطيبة السيد. هل بلغت الأمر للناس؟ لقد حاولنا كل ما في وسعنا، ولكن إنه مرض غريب لا يوجد شيء يشفي منه. سيدي، هناك امرأة عجوز وفتاة تقولان إن لديهما دواء. وسعدتم صباحا أيها السادة، وسعدتم صباحا. إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم
أنا وابنتي، فنحن من مدينة تقع وراء البحار. لقد أحضرنا الدواء الذي صنعناه من أدمغة الحياة ذوات الأجراف وبيض السحالي وألسنة الغربان، وقد نقحت جميعها بدماء جنين لمدة 99 سنة، ونحن نقدم لكم خبرتنا المعروفة لدى الجميع. أي دواء آخر لن يؤثر كثيرا، لأن المرض قد نشرته ساحرة. ساحرة؟ نعم يا سيدي، لقد سمعت بأن ساحرة خرساء تمارس السحر مؤخرا في بلدكم. شكرا لإنقاذكم شعبي. تقبل هذه الهدية مني ومن شعبي دليلا على امتناننا. شكرا لك يا سيدي، ولكن يجب التخلص من الساحرة أولا، فقد تأتي بكارثة أخرى. إني خائفة عليك وعلى شعبك. أوه يا للسيد المسكين. سوف نقبل المكافأة فيما بعد يا سيدي. إذا كانت عندك خدمة تريدينها من السيد فهيا تكلمي. نعم، لكن إنني خجلة. أستطيع أن أعطيك أي شيء كمكافأة، ولكن تدمير الساحرة شيء لا أستطيع فعله. لا نعلم أين هي. ليس من الصعب العثور عليها. في نهاية الشتاء وفي ليلة مقمرة ستكون هناك امرأة صامتة تتجه رأسا إلى المقبرة. صامتة؟ سوف تكون هي الساحرة يا سيدي من دون شك.